صباح الخير أحبائي وأعزائي، صباح السعادة وصباح الأمل وصباح جيد ويوم جديد. النهاردة 19 نوفمبر، وزي النهاردة يعني استشهدت قديسات طاهرات، استشهدت عذارى ورهيبات، 50 عذراء ورهيبات، وأمهن صوفيا. والقديسات دول كانوا من بلاد مختلفة أوي، وكان اللي بيجمعهم المحبة الإلهية والسيرة المسكية. كانوا يعني ناس كويسة أوي، وقعدوا في دير العذارى. كانت القديسة صوفيا دي هي رئيسة الدير، وكانت كلها حكمة ونعمة، وربة العذارى دول تربية روحانية، يعني أصبحوا زي الملائكة على الأرض. كانوا بيداوموا دايما على الصلاة والصلوات والقراءة في الكتب الإلهية وأخبار الرهبان. وكان منهم اللي بيقعد في الدير أو اللي قعد في الدير 70 سنة، ومنهم اللي كان في رعاة شبابهم، ولكن كانوا ثابتين في الإيمان وعندهم قوة يقين إن الله هو اللي بيحميهم. ولما سمع يوليانوس الملك العاصي إن صبور ملك القرص عزم على إنه هيحاربه، عمل جيش كبير راح لملك القرص، وكانت مدينة الرها في طريقه. وهو ماشي عبر على دير هؤلاء العذارى، وأمر الجند إنهم يقتلوا ما فيها وينهب الدير. فعلا نفذ الجند الامر وقطعوا الرايبات بالسيف، يعني ونهبوا كل مكان في الدير. ولكن ربنا انتقم من هذا الملك الشرير بطعنه سهم في الحرب من يد فارس، وقيل انه القديس ماركريوس، فخرا سريعا عن ظهر جواده، ومات سنة 63. والعذارى نالوا إكليل الشهادة، صلاتهم تكون معنا آمين. كمان في المثل الجميل ده اجتمع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير. في اليوم ده اجتمع مجمع مقدس بروميا في أيام فيكتور بابا روميا وديمتريوس بابا الإسكندرية. وكان سبب انعقاد هذا المجمع ان المسيحيين كانوا بيحتفلوا بعيد الغطاس، بعد كده يصوموا ابتداء من اليوم اللي بعديه، ويفطروا في اليوم الثاني 20 من شهر رمجان، وبعد ايام يبتدوا يصوموا اسبوع الالام، وبعد كده يعيدوا عيد القيامة. لكن لما قدم القديس ديمتريوس بطريركا على كرسي الاسكندرية، انار عقله بالنعمة الالهية، فأرى كتب الكنيسة وشرح أكثرها، ووضع قواعد لحساب الأصوام والأعياد المتنقلة اللي نحتفل بيها إلى وقتنا الحاضر، وعمل نسخ كتيرة أو منها إلى الأب فيكتور بطريرك روميا والأب ماكسيموس بطريرك أنطاكيا والأب أغابيوس أسقف أورشليم. ولما وصلت الرسالة دي إلى الأب فيكتور أراها وفرح بيها جامد قوي كتير، وجمع 14 عالم من أساقفة قرسي، جماعة من علماء الكهنة، ويفحصوها وقروها ونشروها في جميع بلادهم. بعد كده رتب الصوم المقدس والفصح المجيد كما هو الآن في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لإلهنا المجد الدائم أمين. صباحكم سعيد، صباح جميل، يا رب تكونوا في أسعد الأحوال، ويا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة. يا رب يجعل هذا اليوم يوم جميل لكل اخواتي مسلمين ومسيحيين. شكرا لكم، مش هطول عليكم عشان يبقى يوم جميل.